وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، مكملين في سلسلة حب الله، وعندنا موضوع مهم جدا هو حب ربنا سبحانه وتعالى لمن يحب. هنتكلم عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. برحب بضيفنا الشيخ احمد علوان من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بك يا شيخ. اهلا وسهلا اهلا بيك. الحمد لله ربنا يكرمك. فيك رب. ربنا يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحب النهارده مختلف. احنا كنا اتكلمنا فيما يقرب من 35 حلقه قبل كده عن حب ربنا سبحانه وتعالى لبعض الناس في القران الكريم، وكما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاوصاف، الله يحب المتوكلين، يحب المؤمنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، يحب المحسنين. كل هؤلاء تكلمنا عنهم على مدار ال 35 حلقه الفائته. حلقه رقم 36، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا أن الله سبحانه وتعالى يحب من يحب الحسن والحسين. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبط اللي هو ابن البنت، يعني من أحفاده صلى الله عليه وسلم. الأحاديث بقى اللي احنا هنذكرها دلوقتي وحندلل عليها من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تدل على مكانتي وعظمتي ومنزلتي الحسن والحسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند رب العالمين سبحانه وتعالى. أول حاجة حديث الترمذي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذان ابناي وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. تاني، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما: هذان ابناي وابن ابنتي، وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بحب الحسن والحسين. فأحبهما، يا رب حب الحسن والحسين، وأحب من يحبهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لربنا: يا رب أنا بحب الحسن والحسين، فعاوزك يا رب تحبهم وحب اللي بيحبهم. اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. تمام. لا، ده في حديث كمان عند الإمام أحمد في المسند بيقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. اللي يحب الحسن والحسين يبقى بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيبغض الحسن والحسين بيبغض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دي هذا يعني ده تعلق وده ارتباط. يعني انت علشان تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتعلن حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أمارات حبك لرسول الله انك تحب الحسن والحسين. تمام. شوف اللي جاي بقى، حديث عند ابن ماجه وابن ابي شيبه والبخاري في الادب المفرد والحديث حسن عن يعلى بن مره. شوف بقى الجمال وشوف الرقي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الحسن ومع الحسين. النبي عليه الصلاه والسلام كما يقول يعلى بن مره: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعينا الى طعام. احنا خارجين مع النبي مدعوين لطعام رايحين، ونحن في الطريق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسين يلعب في الطريق. يقول سيدنا يعلى: فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم بسط إليه يديه وجعل أي الحسين يمر ها هنا مرة وها هنا مرة. فلما تشوف حد جاي من بعيد كده وإيه وتميلي كده عايز إيه تغديه وتستقبليه، هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعلى: فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فجعل أي الحسين يمر ها هنا مرة ويمر ها هنا مرة، حتى استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فوضع إحدى يديه في فخذه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال للصحابة الحاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط. أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط. ده فضل ودي مكانة. الحديث اللي جاي برضو حديث بيدل على مكانة بقى البيت كله، الحسن والحسين وأمهما فاطمة بنت رسول الله، وأبوهما سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة أم سلمة تقول في الحديث: جاءت فاطمة ومعها الحسن والحسين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أين أبو الحسن؟ اللي هو فين زوجك أو فين أبو الأولاد؟ أين أبو الحسن؟ قالت: في البيت. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم: تعال عشان تكتمل إيه؟
تكتمل القعده بقى ويبقى كلنا قاعدين كده، ام سلمه موجوده احدى زوجات النبي عليه السلام، وموجود النبي والحسن والحسين وفاطمه، ثم جاء سيدنا علي، فوضع الطعام فجعلوا ياكلون. وهم ياكلون النبي عليه السلام دعا قال اللهم عاد من عاداهم ووال من والاهم. ده البيت كله بقى فاطمه وعلي والحسن والحسين. اللهم عاد من عاداهم ووال من والاهم. لا ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. انت عارف حضرتك الريحان احنا بنحب نشمه؟ اه. فهو احنا الناس لما مثلا عنده ابن او عنده بنت، او في ناس بتبقى عندها اللي هو حب انه يشم الطفل، بيقول لك الطفل ليه ريحه مختلفه. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يحب كده، كان يشم الحسن والحسين، وكان كما جاء في حديث البخاري كان يشم ولده ابراهيم، كما ذكر سيدنا أنس أخذ النبي إبراهيم ابنه فقبله وشمه صلى الله عليه وسلم. يبقى ده يدل فلما يدل على مكانة الحسن ومكانة الحسين، وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يشم شيئا من الدنيا أحسن حاجة يحب يشمها الحسن والحسين، زي ما قال هما ريحانتاي من الدنيا. إيه كمان؟ إيه كمان؟ ده لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقولك يقعد في مكان قولوا علي بالحسن والحسين، إذا أراد أن يخرج يذهب إلى بيت فاطمة يا فاطمة علي بالحسن والحسين. تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين وسؤاله عليهما تكرارا ومرارا جعل هذا يصل حتى إلى السماء إلى الملأ الأعلى. دخل حذيفة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا حذيفة أما رأيت العارض الذي أتاني آنفا؟ قال ماذا يا رسول الله؟ قال أتاني ملك من الملائكة لم ينزل إلى الأرض قبل أو قط، أول مرة ينزل، فاستأذن ربه أن يهبط، الملك استأذن ربه أن يهبط إلى الأرض وأن يسلم علي وأن يبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء العالمين. شوف الموضوع بقى ايه، وصل الملائكه لما شعرت بان النبي عليه الصلاه والسلام متعلق بالحسن والحسين عايز الملك ينزل يبشر النبي عليه الصلاه والسلام. معلومه جميله اقولها علشان برضو بعض الناس بيتكلم عن من الذي كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق، حوالي 10 في الشكل يعني في الشكل في الخلقه، قالوا اولهم الحسن والحسين يشبهان النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا ده واحد اثنين الحسن والحسين، ثلاثة أربعة سيدنا جعفر ابن أبي طالب وابنه عبد الله، كده ثلاثة أربعة. جعفر ده كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا برضو أبو سفيان ابن الحارث وهو أيضا أحد أبناء العمومة للنبي عليه الصلاة والسلام، كده خمسة. ستة عندنا السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن المطلب، ده رقم ستة. رقم سبعة قالوا قثم ابن العباس، ده برضو أحد أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. ثمانية مسلم ابن معتب ابن أبي لهب، وكل هؤلاء أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أسلم يوم بدر، ومنهم أسلم فتح مكة، ومنهم أسلم بعد فتح مكة إلى غيره. ومن الصحابة سيدنا مصعب ابن عمير، كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، أول سفير في الإسلام، وقالوا مهدي آخر الزمان الذي سيخرج في آخر الزمان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا من يشبه رسول الله من التابعين كابس ابن ربيعة. كان سيدنا أنس لأنه كان خدم النبي عليه الصلاة والسلام فكان عارف وحافظ شكل النبي كويس، فكان كلما يرى كابس أنس من الصحابة وكان من المعمرين، ماتوا عنده 100 سنة أو 102 سنة، فرأى من التابعين كابس ابن ربيعة، فكان كلما رأى أنس كابس ابن ربيعة اعتنقه وبكى وقال من أحب أن ينظر إلى رسول الله فلينظر إلى كابس ابن ربيعة. كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقولهم تاني بسرعة، الحسن الحسين جعفر وابنه عبد الله، أبو سفيان ابن الحارث، السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد، قثم ابن العباس، مسلم ابن معتب ابن أبي لهب، سيدنا مصعب ابن عمير، مهدي آخر الزمان، كده عشرة. ثم من التابعين كابس ابن ربيعة، كل هؤلاء يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم بارك عليك يا حبيبي رسول الله. إحنا أصلا يعني سبحان الله بالفطرة بنحب آل البيت كلهم. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد.
احنا نشوف دلوقتي مع بعض اول تقرير خير في حلقتنا النهارده ومؤسسه سقيا الماء. زي ما في ناس داخل مصر جوه مصر بتتعاون معاك وبتدعمك، لا ده في ناس من بره مصر ما كمان شايفه الخير ده فوثقت في شغل مؤسسه سقيا الماء فحبت ان هي تتعاون وتحط ايدها في ايد مؤسسه سقيا الماء. زي مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان الخيرية من دولة الإمارات الشقيقة، وآدي الشعار بتاع مؤسسة أحمد بن زايد كده، إيدين مفتوحين وممتدين للخير وفي الخير، وآدي شعار مؤسسة سقيا الماء اللي انتوا حافظينه وعارفينه. لما بيبقى فيه تعاون في الخير، لما بيبقى فيه تطبيق لآيات القرآن الكريم، لما بيبقى فيه تطبيق لسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، هو ده التعاون الحقيقي. هو ده التعاون لما مؤسسة من خارج مصر تشوف نشاط مؤسسة داخل مصر وعايزة ان هي تحط بصمتها، ده شيء رائع، ده شيء رائع وده شيء مبشر، ده شيء بيقول للناس اللي بتشوف مؤسسة سقيا الماء اطمنوا وابشروا، احنا في خطوات على خطوات راسخة، واحنا في تقدم، واحنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وحده، وبفضل من الله سبحانه وتعالى وحده، ثم بفضل من يتعاون ومن يدعم مؤسسة سقيا الماء، لا ان شاء الله الخير ده ممتد. شوف بقى الجميل ان احنا رقم البير ده كام؟ 1022. 1022 احنا فاضل لنا بالظبط يا جماعه يعني شهرين ثلاثه ويبقى كملنا سنتين. لما يبقى انت عملت فوق ال 1000 بير، واحنا بصرت كمان احنا خلاص على وشك ان احنا ننتهي من 200 بير، يعني ان هو 1200 بير في سنتين، ده انجاز. ادي بيت 2 3 4 5 6 7 8، ده اللي انا شايفه حوالي 10 بيوت بيخدمها البير ده والناس دي والبيوت دي والمنطقة اللي احنا فيها. عايزين كمان شكرا مؤسسة أحمد بن زايد، شكرا مؤسسة سقيا الماء، شكرا لكل الناس اللي بتدعم وبتتواصل وتتعاون مع مؤسسة سقيا الماء في داخل مصر وفي خارجها. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا تقرير الخير ومؤسسة سقيا الماء، ودي كانت رحلة مرسى مطروح لاستلام مجموعة من الأبار، ومنهم الأبار دي كانت جديدة يعني ومختلفة ان هي بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات. والله موضوع التعاون ده موضوع أكثر من رائع، احنا محتاجينه في حياتنا كلها. محتاج الزوج يتعاون مع زوجته، خلينا برضو نسقط ده على الواقع، وده خير. ده خير انك تتعاون مع زوجتك، خير انك تتعاون مع جيرانك، خير انك تتعاون مع قرايبك، مع أسرتك، مع عيلتك، مع زمايلك، مع أصدقائك، مع حبايبك، ان اي حاجة دايما العمل الجماعي يا سيدة دعاء ربنا سبحانه وتعالى بيبارك فيه. لما الصحابة جم مرة للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه أنهم يأكلون في البيت ولكنهم لا يشعرون بالبركة، فقال لهم السبب أو اللغز، قال لعلكم تفترقون، اللي هو كل واحد يجي يا ماما أنا عايز أكل فتحط له الأكل، يا بابا أنا عايز أكل، فلو ماما مش موجودة بابا يحط له الأكل، ولا ما اعترض على حتة بابا يحط الأكل، لا ده لازم يحط بابا. لا أنا قصدي أن دلوقتي كله بياكل كده مفترق، يعني فهو مش الناس تتلم الا في رمضان. صحيح. او بيبقى في بعض البيوت عندها قوانين اللي هو الاكل ما يتحطش غير الساعه كذا، قليل بقى فطرنا الساعه كذا. انا عايز اقول ان ده التعاون ده عامل من عوامل البركه. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لهم لعلكم تفترقون قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. طعام الواحد يكفي الاثنين، لما نقعد كلنا وناكل كده بسم الله ربنا سبحانه وتعالى هيبارك. ولو الام عامله اكل على القد وجه ضيوف اربعه خمسه ولا جه حد مفاجئ من قرايب الزوج او قرايب الزوجه، ربنا سبحانه وتعالى هيبارك، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، طعام الاربعه يكفي الثمانيه، يعني الطعام بيكفي للضعف. فالتعاون ده مطلوب وبيكون مجتمع قوي جدا وأسرة قوية جدا، وعمله أو نتيجته لا شك بتبقى فيها خير. ليه؟ لأن في ناس تعاونت وقالت بسم الله وتوكلت على الله. فالعمل ده لما كان فيه تعاون وكان فيه أيدي عاملة وكان فيه عمل جماعي طلع بالشكل ده،
وان شاء الله مكملين ما دام ان في ناس بتتعاون وبتدعم مؤسسه سقي الماء من داخل مصر وخارجها ان شاء الله. ان شاء الله احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. زي ما انتم متعودين دايما من مؤسسة سقيا الماء على الإنجازات الكبيرة والأنشطة الكبيرة، عملت مؤسسة سقيا الماء من سنة تقريبا محطة الزهنات في ديشنا ومحافظة إنا، وجاية المرة دي عشان تعمل محطة أضخم وإنجاز أكبر، محطة كرم عمران. هنا في محطة كرم عمران في مدينة إنا محافظة إنا، المحطة اللي موجودة دي هذه لا تكفي حاجات الناس. ليه؟ لأن عندنا نجع جبريل، قرية نجع جبريل والقرى المجاورة حوالي من 30,000 إلى 40,000 نسمة محتاجين إن هم يعيشوا وتوصلهم المية، فإحنا محتاجين نرفع نعمل محطة وننشئ محطة من الألف إلى الياء علشان نقدر نوصل المية ونعمل لهم خزان هناك في نجع جبريل. هنعمل المحطة هنا كرم عمران في أقل من المدة المحددة إن شاء الله. كل خطوة في حياتنا بتبتدي بحلم، والحلم ساعات بيكون كبير قدامنا، وأعظم الأحلام إنك تفكر في غيرك، إنك أنت تكون سبب لغيرك إنه يعيش ويساعد غيره إنه يعيش. مؤسسة سقيا الماء جت هنا بعد ما شفنا محطة كرم عمران وقلنا لكم إن إحنا عايزين نعمل المحطة دي. بس أنا عايز أقول لأبائنا وحبايبنا اللي إحنا واقفين في وسطيهم دلوقتي، إن شاء الله إن شاء الله في أقرب وقت بإذن الله إحنا خلاص اتعمل البروتوكول ما بين مؤسسة سقيا الماء وما بين شركة المية، علشان لما شركة المية وثقت في مؤسسة سقيا الماء لما عملت من سنة محطة الزهنات في ديشنا برضه هنا في إنا، الحمد لله الحمد لله إن شاء الله بكمية المسيرة وحنبدأ العمل هنا. المجتمع المدني بيكون دور مهم جدا ان احنا نقدر نساعد كل ما يتعلق بكل ما يحتاجه اهالينا في كل مكان، والشراكة مع الحكومة ان احنا نقدر نوصل المية وكل ما يحتاجه اهالينا في كل مكان. احنا هنا ليه النهاردة؟ احنا هنا عندنا حلم، والحلم ده احنا بنفكر فيه وبإذن الله هيتحقق بدعم حضراتكم. هيتم عمل محطة مية هناك. محطة المية دي هتكون لأهالينا في عزبة جبريل، هتخدم من 30 ل 40 ألف نسمة. المحطة هتقدم 30 لتر في الثانية. بدعم حضراتكم مجهودات سقيا الماء وإن احنا كل مكان في مصر من صعيدها من شرقها لغربها من مرسى مطروح، وقمنا بعمل العديد من المحطات الحقيقة بتعاون مع الحكومة المصرية، بإذن الله نكون مع بعض في خلال 3 شهور وإحنا بنحتفل ببناء محطة مياه عزبة جبريل هنا في كرم عمران، محطة كرم عمران، واللي جاي أحلى طول ما حضراتكم تدعموا مؤسسة سقيا الماء. شاركنا خير كبير وساهم معانا في إنشاء محطة مياه لأهالينا في عزبة جبريل بمحافظة إنا. شارك معانا بصدقتك وزكاتك بسهم أو أكتر، قيمة السهم 5000 جنيه، أو شارك باللي تقدر عليه. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. احنا طبعا شفنا مع بعض التقرير ومشروع جديد من مشروعات مؤسسة سقيا الماء وهو محطة المية في محافظة إنا. المشروع فعلا مشروع كبير والحمد لله احنا شغالين فيه تقريبا بقالنا شهرين، وهو كبير لانه هيخدم عدد كبير جدا. احنا دايما بنقول ان موضوع الوصلات، وصلة بتخدم بيت، البير بيخدم 3-4 بيوت، المحطة دي تخدم من 30 ل 40 ألف نسمة، يعني قرى على رأسها عزبة جبريل في محافظة قنا والقرى المجاورة لها حوالي 30-40 ألف شخص في
في هذه المحافظة سينتفعون بالماء اللي هم محرومين منها، أو بتجيلهم المية كل 3-4 أيام مرة، ساعة ولا ساعتين الصبح وبعد كده خلاص ما فيش مية، وعايشين على إن هم بالعربيات الكارو بتاعتهم يروحوا يملوا بيها الجراكن أو غيره. والمية مع هذا الوضع لا شك إن فيها معاناة، فبفضل الله بفضل الله ثم بفضل من يتعاونون ويتعاملون ويدعمون مؤسسة سقيا الماء سواء من داخل مصر أو خارجها، إن شاء الله ننجز المحطة دي، والمتفق عليه إن احنا هننهيها في غضون 6 أشهر. ربنا سبحانه وتعالى يوفق، يا رب يوفقنا كلنا، لأن المؤسسة لا تعمل هذا بمفردها، لولا أن هناك جنود مجهولون يقفون خلف المؤسسة ما استطاعت المؤسسة أن تخطو خطوة واحدة. فكلنا شركاء في هذا، وكلنا متعاونون، كلنا إيدنا في إيد بعض، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام المثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فإحنا في المحطة دي عايزين نبقى مع المؤسسة كجسد واحد، لأن والله الناس اللي لما ما شاركتش في محطة الزهنات في ديشنا في إنا زعلوا، قالوا لما يبقى فيه محطة تاني بقولوا لنا ادي المحطة موجودة، احنا شغالين بقالنا شهرين، قدامنا 3-4 شهور وننهي هذه المحطة. فالفرحة اللي بتبقى يوم الافتتاح والمهرجان اللي بيبقى يوم الافتتاح، الناس بتبقى مبسوطة جدا ان خلاص احنا وفرنا لها المية. فعايزين اي حد بيشوفنا دلوقتي يحط بصمته علشان يبقى موجود معانا في الافتتاح وفي الحفل بتاع افتتاح المحطة. ده فعلا بيفرق جدا جدا جدا، ان احنا بنشوف ضحكة الناس وفرحة الناس وسعادة الناس ان احنا عملنا لهم محطة. سنتك لما تعملي محطة استدعاء لحد، يعني انت عملت له حاجة كبيرة. ليه؟ لان انت ما خدمتش واحد ولا اتنين، حتى لو هتخدم واحد او اتنين. ده يعني دكتور مصطفى محمود رحمة الله يقول لك الله سبحانه وتعالى او الاسلام الدين الوحيد الذي كرم الانسان وجعل النفس الواحدة تعدل البشرية كلها، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فده لو واحد، فما بالك بقى 30-40 ألف ناس ما هتقدمهم هذه المحطة. ربنا يقدركم ويتقبل من الجميع، وبشكر حضرتك في نهاية حلقتنا، وبشكر كل مشاهدينا، واسيبكم مع آخر تقرير خير ومؤسسة سقيا. البير رقم 1000 مؤسسة سقيا الماء صدقة جارية للحاجة ثريا محمد راشد، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتها. تخيلوا، هي ما تعرفش الناس دول، ما تعرفش البير بتاعها هيخدم مين بعينه، ولكن
هي بتاخد دعوات من كل من يستفيد من هذا البئر. تخيلوا حركوا على مدار الفترة اللي فاتت ان صدقتوا فينا ودعمتونا على مدار كل اللحظات، لو قلنا في اهالينا محتاجين ومحتاجين دعم حضراتكم، بقى في 1000 بير بيخدم 1000 واكتر من اسر كتير بتستفيد من البير دوت. انا عايز اقول ان ال1000 بير دول يعني 1000 مؤسسة. لما كل بير يخدم ما شاء الله، انا لو انا عديت البيوت ديت حوالي 7 8 10 بيوت حوالين البير ده، يعني هتلاقي مثلا متوسط 40 50 فرد. فرحة الألف بير يعني دي حاجة، لو بتكلم بقى على مستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسة، المستوى الشخصي أنا كنت بحلم إن أنا أكون واقف قدام البير رقم 1000 وبركبه. ده يعني ربنا يتقبل مني أنا شخصيا اللي عمل ده أو الخير ده، ومن المؤسسة إن إحنا في خلال أقل من سنتين نقدر نوصل ل 1200 بير. أعتقد ده إنجاز كبير جدا، ونعكس من ثقة المتبرعين فينا والحمد لله المصداقية بتاعتنا إن إحنا كنا دايما معاهم فيها. يعني هي دعوة للخير أستاذ عزت. البير رقم 1000 ما شاء رب العالمين، ولسه وفي انتظار المزيد والكثير إن شاء الله. دعوة للخير، دعوة لفعل الخير لتحقيق الأمر الإلهي، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.